بمجرد دخول فصل الشتاء بتبدا على طول الامراض التنفسيه تنتشر بين الاطفال ده غير ان في بعض الفيروسات اللي بتصيب الاطفال في فصل الشتاء وللاسف الامهات ما بتعرفش حاجه زي دي وممكن كمان تتفاجئ بيها في اي لحظه ده اللي خلال نسال دلوقتي ايه هي الفيروسات دي وايه طرق الوقايه والعلاج منها ازاي كمان الامهات يتعاملوا مع فصل الشتاء عشان يتجنبوا اي امراض تنافسيه لاطفالهم كل هذه الاسئله جاوبنا عليها النهارده ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور يوسف سعد استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده صباح الخير عليك يا دكتور اهلا صباح الخير وعلى كل المشاهدين <applause> يا اهلا بحضرتك فصل صعب قوي على الامهات ابدا فصل الشتاء بتكتر فيه خمس امراض مشهوره وكلها حاجه بتظهر كل سنه بس <applause> احنا عشان انشغلنا <applause> بقى سنتين ثلاثه بالكوفيد فنسينا فصل الشتاء فصل الشتاء اهم الامراض اللي بتيجي في نزلات البرد ودي حاجه بسيطه خالص عباره عن شويه ارتفاع بسيط في درجه الحرارة سيلان في الانف آه تكسير في الجسم شويه كحه او سعال خفيف قوي بتاخد يومين تلاته وبتخف خالص ولو سخن الطفل بتبقى درجه حراره بسيطه بعديها بتيجي الانفلونزا الانفلونزا اكثر حده الحراره بتبقى اعلى بتوصل لتسعه وتلاتين اربعين بتاخد فتره اطول لها بعض المضاعفات لكن كومن واحنا اليومين دول عندنا الانفلونزا ايه والانفلونزا بي وعندنا الاتش 1 n 1 عندنا مجموعه من الفيروسات بتاعه الانفلونزا بتصل بالالاف بعد كده في طبعا الفيروس التنفسي المخلاوي وده خد فتره والناس خافت واتخضت ابدا هو حاجه بسيطه جدا وما فيش حاله وبائيه في مصر لكن لما وزاره الصحه عملت دراسه بحثيه خدت عينة من الأطفال المعديين لقت أن أكثر الأمراض التنفسية يعني انتشارا في هذا الفصل من الشتاء كان الفيروس التنفسي المخلوي الفيروس التنفسي المخلوي زي ما الناس كلها عارفة ده حاجة قديمة من الخمسينات عارفينها وحاولوا يعملوا لها تطعيم معرفوش وما اهتموش أن هم يعملوا المحاولة تاني موضوع بسيط جدا يمكن خطورته بتبقى اكتر في الاطفال اللي اقل من سنه او ست شهور لان بيحصل معاها ضيق في الشعب وقد يحصل زرقه وتسارع في النفس قد نلجا لحجزه في المستشفيات. لكن اطفال المدارس الكبار الفيروس التنفسي المخلاوي بيصيب بعباره مع ارتفاع في درجه الحراره بتوصل يمكن تسعة 39 بتقعد يوم او يومين او ثلاثه ما نقلقش خالص بيبقى معاه شويه سعال تكسير في الجسم فقدان للشهيه دي اعراض كورونا اعتقد بص الانفلونزا ونزلات البرد والكورونا والفيروس التنفسي المخلوي كلهم شكل بعض مم. طب نفرق مم. ازاي طب هل هل الكوفيد اختفى لا الكوفيد ما اختفاش الكوفيد موجود لكن بنسب قليله قوي حتى الناس اللي بتتابع الكورونوميتر الورلد كورونوميتر هتلاقي الاعداد على مستوى العالم في الكوفيد قلت كتير لكن الاهم مش انه قل الاهم ان حدته قلت ومضاعفاته الخطيره ابتدت تقل طب نفرق ازاي الفيروس التنفسي المخلاوي بيبان في الاطفال اعراض واضحه جدا والكبار ما بتبانش عليهم اعراض او اعراض خفيفه جدا الكوفيد 19 تلاقيه يظهر في الكبار وباين عليهم اعراض واضحه جدا الاطفال الصغيرين قد ما يظهرش عليهم اعراض نهائيا او اعراض طفيفه حتى ما تحتاجش اي علاج خالص مم. ادي لو حبينا نفرق لكن اللي بيفرق تفريق حقيقي وعلمي هي المسحه طبعاً. دي كانت الفيروس التنفسي المخلاوي نقول عليه برضو كلمتين كده بسرعه الفيروس التنفسي المخلاوي الانفلونزا نزلات البرد بنعالجها ازاي؟ التلاتة دول بنعالجهم زي بعض نفس العلاج ليه نفس العلاج لانه ما لهمش علاج دي فيروسات لو في ارتفاع في درجه الحراره بناخد خافض للحراره احسن خافض لمده قد ايه يا فندم مع ارتفاع درجه الحراره ازاي اقدر اتعامل معاه يعني تمام. درجه الحراره ارتفعت يومين ثلاث ايام اربع ايام هل درجه الحراره بتنزل وتطلع تاني درجه الحراره ثابته ما بتنزلش ان الام تتعامل مع ارتفاع درجه الحراره اول 48 ساعه ارتفاع درجه الحراره واحد اخفف الهدوم على العكس، تيجي تقول لك الولد بيرتعش، مم. الولد بيرتعش مش عشان الدنيا برد، الولد بيرتعش عشان هو سخن. جسمه سخن فاحساسه بالبروده عالي، فاحنا نرفع الهدوم، نعمل كمادات، والكمادات فين؟ افضل كمادات ان احنا نقعدوا في بانيو ميه، ميه تكون فتره عشان احنا في فصل الشتاء، لو في الصيف ميه حنفيه. بدون خل، بدون سبرتو بدون اي حاجه، او ممكن نستعمل الكمادات الموضوعيه حوالين الرقبه، تحت القبط. او بين الرجلين بدون يعني خل دي 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 الخل فن. مش مفيد في الحالات دي الخل مش مفيد الخل دي. والسبيرتو نهائي آه. ميه الحنفيه واكتر حته فيها دمويه هي دي اللي يفضل نعمل فيها الكمادات حوالين الرقبه تحت الباط مش بتلج مثلا يا فندم الكمادات لا 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 لا, لا. مم. ميه بس تكون ايه اسقع شويه من الجسم يعني علشان تبرد الجسم ونعملها لو قعدناه في بني ميه نقعده خمس دقايق لكن لو عملنا كمادات موضعيه بناخد فتره اطول وبنستعمل خافض الحراره اسمه الباراسيتامول وده متوفر في الاجزخانه باسماء كثيره جدا ممكن لو الحراره عاليه قوي نستعمل دواء تاني اسمه الايبوبروفين بالتبادل مع الباراسيتامول وبرده متوفر في الاجزخانه اكثر من ذلك ممنوع اي خوافض حراره نهائيا في بعض خوافض الحراره اللي الناس بتستعملها بطريقه عشوائيه اللي داخل فيها الأسفرين دي في منتهى الخطوره في ادوار البرد والانفلونزا لانها ممكن تعمل التهاب كبدي اسمه ري ده بيعمل فشل كبدي بس الحمد لله ان هو بيرجع يعني مجرد ما بنوقف العلاج فارجوك ان نستعمل الباراسيتامول امن تماما والايبوبروفين في الاطفال اكبر من سنه ايضا امن بالتبادل مع بعض لو الحراره عاليه قوي مع عمل كمادات بعد كده لو في عطس بناخد حاجه للعطس اللي خلينا في الحراره الحراره ما بتنزلش مثلا الحراره ما بتنزلش لازم نلجا للطبيب. آه. لان قد يكون هذا الالتهاب الفيروسي صاحبه التهاب بكتيري وهنا قد نلجا الى المضاد الحيوي. م. هل المضاد الحيوي في الاول له دور؟ لا نهائي ملوش دور وينصح بعدم اعطاء المضاد الحيوي في العدوى الفيروسيه. لان العدوى الفيروسيه دي حاجه بترهق الجهاز المناعي. ودي محدش هيعرفها غير الدكتور. يعني لو, يعني لو لو كأم مش هتعرف ان دي عدوى فيروسيه؟ الام بتتعامل مع الحاجات البسيطه اللي هي بتشوفها، ارتفاع في درجه الحراره كمادات وخافت حراره، استمرت الحراره نلجا للطبيب. طيب ده عظيم جدا، ده بالنسبه لدرجات الحراره. بيصاحبها برضو بكل تاكيد رشح. الرشح بنعالجه، الكحه بنعالجها، لكن لو حصل تسارع في النفس تذيئه في صدر طفل عنده حساسيه في صدره لازم نلجا للطبيب. دي كانت الفيروسات بيجي بعد كده حاجة تانية مشهورة النزلات المعوية بتيجي في فصل الشتاء مم. وتقريبا كلها بتبقى برضو نزلات معوية فيروسية وبنعالجها ازاي برضو بنعالجها حاجة اسمها سيمتوماتيك يعني بنشوف العرض ايه ونعوضه اهم حاجة في الاسهال الفاقد من الجسم يعوض عن طريق الفم مم. لو في قيء بنحاول نوقف القيء عشان الطفل يقدر يبلع اهم حاجة في النزلات المعوية نرجع لزمان قوي محلول معالجه الجفاف محلول معالجه الجفاف دوت محلول عباره عن في بعض الاملاح والجلوكوز اللي بتدي تعويض للطفل بيفقده لان الطفل لما بيفقد سوائل من جسمه مع الاسهال بيفقد فيها حاجه اسمها البوتاسيوم وحاجه اسمها الجلوكوز البوتاسيوم والجلوكوز ده فقدانهم بيعمل وهن للطفل وبيعمل خمول للطفل فلازم نعوضهم احسن حاجه محلول معالجة الجفاف مع أدوية الإسهال الخفيفة قوي اللي مسموح بها للأطفال حضرتك نقطة مهمة جدا عن المضادات الحيوية إن إحنا طبعاً. ما نستسهلش يعني مثلا لو الأم ابنها بيجي له نزلات برد متكررة ودي عايزين نتكلم فيها برضو إيه السبب في إن الابن يجي له نزلات برد متكررة في فصل الشتاء لكن في ناس بتستسهل كشفت مرة وطلع عنده حاجة معينة فالدكتور كتب له على مضاد حيوي فهي خلاص بقى المضاد الحيوي بقى عندها أول ما يجي لها الدور ده هي ما بتبقاش قادره تميز ولا قادره تفرق تدي له مضاد حيوي على طول اسمح لي اقول لك احنا يمكن الدوله الوحيده اللي في العالم اللي في فيها حاجه اسمها مضاد حيوي ديليفري انه بتصل انا ابعت لي مضاد حيوي كده حله ساعات ما بنسالش كمان هو ليه يعني لا <applause> الصيدلي بيسالني هو ليه آه. ولا انا بقول له ابعت لي مضاد حيوي خلاص فيروح اي نوع مضاد المهم حيوي المهم في المرض آه. التشخيص الصح والعلاج الصح والعلاج في مدته الكامله <applause> المضادات الحيويه لها دور في علاج التهابات البكتيريه وليس لها اي دور في العلاج الامراض الفيروسيه بل بالعكس هي بتزود الحاله المده بتاعتها بالطول والمضاعفات بتظهر لان الجسم مرهق بالتهاب فيروس تيجي انت ترهقه اكتر بالتهاب بمضاد حيوي حيو. فتضعف مناعته اكتر المضاد الحيوي مفيد لو في التهاب بكتيري وانا كاب او فضل. كام اكيد مش هقدر احدد دي فيروسات ولا بكتيريا لا انا بقول للام لو سمحتي كل ام بتسمعنا ممنوع تستعملي روشته قديمه عندك ممنوع تستعملي روشته اخ لان اخوه نفس الاعراض ممنوع يعني تستشيري الصيدلي في اكتر من خافض حراره ولا حاجه اكتر من كده ارجعي لطبيب الاطفال المختص هو اللي بيشخص الحاله وهو اللي بيقول لك العلاج ايه ومدته قد ايه عظيم دكتور ليه ممكن طفل يجيله اكتر من نزله برد أو إنفلونزا مثلا ورا بعض في, طيب. في موسم واحد كل أم بتسمعنا دايما الأمهات يجونا ويشتكوا ابني يا دكتور كان عيان من أسبوعين، ابني يا دكتور لسه مخلص العلاج وعيان تاني. مم. هذه هذا الموضوع حاجة عادية جدا. تكرار العدوى في الأطفال الصغيرين شيء مقبول وأكسبتابل جدا، ليه؟ طفل بيتولد بذاكرة مناعية صفرية ما مم. عندوش مناعة، بيبتدي يتعرف على المناعة من واحد رضاعة الأم الطبيعية الرضاعة الطبيعية اتنين الولادة الطبيعية مش الولادة القيصرية دي حاجة التطعيمات اللي بتدي الطفل بياخدها الأمراض اللي الطفل البسيطة اللي بيبتدي يتعرض لها بيبتدي دوت يعمل ذاكرة مناعية تبتدي تكبر معاه الذاكرة المناعية الطفل في سن في سن الابتدائي بيتردد على الطبيب او بيصاب بالنزلات البرد او الامراض التنفسيه دي من اربع لست مرات في السنه فده شيء طبيعي لكن ليه بتتكاثر؟ يمكن احنا لنا اخطاء ويمكن المدرسه لها اخطاء. نقول اخطاء مثلا بتعملها الام ان الطفل دافي شويه انزله المدرسه، اصل عنده امتحان. ده وزير التربيه والتعليم مشكورا قال لك اي طفل مريض ما يجيش بموجب عذر طبي ومعاه دوكيومنت بذلك. وقال كل الاطفال اللي عندهم امتحانات هنعمل لهم امتحان مخصوص وطمن الاهالي يبقى طفل عيان ما نزلوش لان النزول ده هيرهق المناعه فبدل ما بدل ما يومين ثلاثه هيعي هي اسبوع <applause> نمره اثنين انه هيعدي حد هي زمايله في الباص <applause> اللي راكبه او هيعدي زمايله اللي قاعدين معاه في الفصل فبدل ما يبقى واحد العيان هتبقى مجموعه العيانين اثنين ليه بيعيوا كتير؟ بنلبسهم هدوم كتيره، حضرتك تشوف الطفل لابس وايس كاب وجوانتيات، الكلام ده مش صحي للغايه، الطفل يلبس ملابس مناقبه للجو، الهواء الساقع ده الجو الساقع ده ليس مسبب لامراض اللي بيسبب لامراض طيارات الهواء من دفى لساقع ومن سخن من سخن لساقع والعكس. ده يخلينا نتكلم وهم نازلين الصبح للمدرسه، ما هو نازل من سخن ونازل لبارد. نغسل وشه بشويه ميه من الحنفيه ويفضل يا ريت كل ام تسمعني يا ريت ابننا يفطر الصبح قبل ما يروح المدرسه لو في امكانيه، صحيح المراه العامله يمكن بوقتها بيبقى ضيق، لكن لو في فرصه ان الطفل يتغذى غذاء صحي ويلبس لبس ملائم لجو السنه للفصل اللي احنا فيه مع جاكيت كل الزي المدرسي دايما تلاقي فيه الجاكيت، ليه الجاكيت فكره الجاكيت ايه؟ عشان الشمس طلعت اقلعه هنزل العب في الـ الـ في الوقت الفسحه بتاعته بيقلعوا الدنيا بردت بيلبسوا يبقى نازل في البرد بيلبسوا وصل المدرسه الشمس طالعه بقلعه علشان الكثافه اللي دوم بتخلي الطفل يعرق مع المجهود اللي بيبذله هنا بيحصل تقلبات لازم لقلعه. ننبه عليهم يبقى فرصه آه. طيب كانوا زمان يقولوا لنا كده وانت نازل الصبح رايح المدرسه اشرب شويه ميه هي الفكره في ايه؟ ده اخر حاجه برضو بتقابلنا في امراض الشتاء كتير انا حبيت اخليه للاخر لانه فيري كومن التهابات الحلق <applause> التهابات الحلق <applause> تيجي الام تقول لك يا دكتور على طول عنده التهاب في الحلق يا دكتور على طول عنده التهاب في اللوز عايز اقول لكل ام بتسمعنا نفرق بين التهاب الحلق والتهاب اللوزتين البكتيري ده حاجه والتهاب <applause> الحلق حاجه الحلق ده عامل زي الحراسه اللي انا داخل التلفزيون دلوقتي رايح فين قلت لهم رايح برنامج كذا <applause> اسمك ايه كذا خش <تصفيق> <تصفيق> ده الحلق الحلق ده فايدته <applause> ان هو بيصطاد كل الميكروبات اللي داخله الجسم اقف وهنا انا بوقفك هنا في الحل فدايما الحل يلتهب دي معناها ان الطفل فت الطفل كويس بيقاوم المرض ادوله فرصه مجرد ان يشرب شويه حاجات ده هتلاقي التهابات الحلق دي راح لكن لو في التهاب بكتيري في اللوزتين لا دي لها احترامها بقى لإن إحنا بنخاف جدا من اللوز، أنت عارف التهاب اللوزتين ده ممكن يعمل خراج في اللوزة، ممكن يعمل حمى روماتيزمية، ممكن يعمل حمى روماتيزمية الموضوع يتفاقم لحمى روماتيزمية في القلب، فدي لازم بتعالج صح تحت استشارة طبيب المختص في الموضوع ده، طبيب مم. الأطفال المختص. شيل اللوزتين برضو لكل أم بتسمعنا، أنا بشوف أطفال كتيرة بتشيل اللوز، شيل اللوز دي إحنا بنخلع اللوز دي عند الضرورة القصوى. بناء على استشاره طبيب الاطفال وطبيب الانف والاذن مش اي حاجه بنشيل اللوز اللوز دي حاجه م. مهمه جدا للجسم دي وقلنا النزلات المعويه في الاطفال بيبقى ان المضاعفات الحاجات دي ايه بنخاف في بعض الاطفال بالذات نزلات البرد انسداد الانف دوت بيسمع على الاذن يعمل التهاب في الاذن الوسطى او يعمل التهاب في الجيوب الانفيه التهاب الاذن الوسطى كل ام بتسمعني عشان دي حاجه مستخبيه الودان دي حاجه مستخبيه اللي بيكشفها طبيب الاطفال باستعمال منظار الاطفال ان الطفل لو هو سنه صغير جايز بيخبط على ودنه لو طفل كبير فوق السنه مش عارف ينام لو طفل كبير في المدرسه بيجي يشتكي يقول وداني وجعاني التهاب الاذن من الحاجات المهم جدا علاجها لانها كومن جدا في الاطفال اقل من سبع سنين 50% من الاطفال اقل من سن سبع سنين مع ادوار البرد 50% بيجيلهم بالتهاب في الاذن الوسطى التهاب الاذن الوسطى مجرد ما تديله مسكن خفيف بيروح لكن ما خفش مم. طب ايه خطوره انه ما خفش؟ انه بيعمل افرازات خلف طابله الاذن مع الوقت بتاثر على السمع ننام ونصحى بعد سنين طويلة نلاقي الطفل ده مش سامع كويس وكتير من الأمهات تيجي لما نفحصه ونلاقي فيه مشكلة في الودان نسألها هل ابنك ما بيشتكيش انه مش سامع تقول لك لا طب لما بتنداي عليه بيرد تقول لي لا بيتدلع هو ما بيتدلعش هو مش سامع كويس هو سامع 8 هي على حكم 10 إن هو بيتدلع. 7 على 10 سامع بودنا كويس والودن مش كويسه فلما تكلمه الناحيه كويسه يرد الناحيه اللي مش كويسه يرد. فلازم كل ام تاخد بالها من هذه النقطه طيب دكتور في حاجه اسمها في فصل الشتاء الاصابه المختلطه؟ الايه؟ الاصابه المختلطه؟ طبعا مم. الاصابه المختلطه اكتر من حاجه؟ الايه؟ تجيله آه اكتر من حاجه ممكن يكون في عدوى فيروسيه يجي عليها عدوى بكتيريه مم. او ممكن تكون عدوى فيروسيه وانا اديله مضاد حيوي بالخطا يجي لي التهاب فطري مم. طبعا في مجموعه الميكروبات ممكن تتداخل مع بعض طيب حضرتك تنصح الامهات بايه؟ في كل حاجه بالنسبه لتعامل اطفالهم مع المدارس وهم رايحين للمدرسه وفي نفس الوقت الاغذيه تمام يعني دي, دي نقطه مهمه جدا برده كل ام بتسمعنا. بتسمعنا كل ام بتسمعنا هنقول ونعيد ونزيد الوقايه خير من العلاج البرامج اللي بتعملها الدوله مشكورا لاكتشاف الامراض الهدف منها الوقايه يعني عملنا حمله عظيمه جدا للكشف عن الانيميا والتقزم الحاجات دي مهمه جدا الوقايه خير من العلاج ايه بقى الوقايه تيجي الام تقول لي عايزه دواء يقوي مناعه الطفل، مفيش دواء بيقوي مناعه الطفل، اللي بيقوي مناعه الطفل نقولهم بسرعه، مم. واحد البيئه الصحيه، بيت بيخشوا الشمس وبيخشوا الهواء، ما تدخين نهائيا، اتنين التغذيه السليمه، ايه التغذيه السليمه؟ نرجع للهرم الغذائي بتاع الطفل، مم. خمس أربعين في المية نشويات لان النشويات دي بتدي طاقه للجهاز المناعي. 35% خضروات وفاكهه والمهم ان احنا ناكل فاكهه مش نشرب الفاكهه عشان ما نعملش سمنه في الاطفال الخضروات والفاكهه دي بتعمل رد مناعي سريع بتخلي الجهاز المناعي رد فعله سريع بعد كده 20% بروتينات لحوم وفراخ وبيض وفول والبان ودي بتخش في تكوين الخلايا المناعيه هي والدهون 5% يبقى احنا قلنا بيئه صحيه تغذيه صحيه ثلاثة ممارسه الرياضه لازم الاطفال تمارس الرياضه على الاقل ساعه يوميا لازم يمارسوا رياضه منتظمه مهم جدا ممارسه الرياضه مم. اخر حاجه النوم الصحي النوم الصحي ده ما يقلش عن 8 ساعات ويبتدي من الساعه 8 نحب يعني الطفل ينام بدري و8 ساعات علشان يخش في حاجه اسمها النوم العميق، النوم العميق ده بيطلع فيه هرمون مهم قوي هرمون الجروس هرمون م. اللي بالصدفه كانوا بيتكلموا عليه في اليومين اللي فاتوا عن ميسي لاعب الكره العظيم اللي كان بياخد هرمون الجروس هرمون وهو طفل، النهارده بقى واحد من اعظم لاعب في العالم. طيب دكتور اكيد حضرتك متابع وبتشوف ان احنا خلال الفتره اللي فاتت اطفال كتير قوي بيجي عندهم ازمات تنفسيه كده. فايه السبب في ان طفل يكون عنده ازمه تنفسيه؟ وإزاي تتعامل الأم مع هذا الأمر؟ في حاجة اسمها الأزمة التنفسية الحادة، وفي حاجة اسمها الأزمة التنفسية المزمنة. <applause> الأزمة التنفسية الحادة ممكن أي دور برد يحصل معاه ضيق في الشعب. الضيق في الشعب يبتدي يحصل تزيقة في الصدر ونهجان وتسارع في النفس. دي بناخد عندنا علاج لها كتير قوي أبسطهم جهاز جهاز اسمه ليزر وده بياخد جلسات بتفك بسرعه وبيبقى كويس جدا الطفل اللي عنده حساسيه في الصدر ومتشخصه الطفل ده كل ام بتسمعني عشان برضو بيعندونا كتير الامهات لازم الطفل ياخد ادويته المستمره بنسميها الكنترول تريتمنت الطفل لازم يبقى على كنترول ليه الطفل يبقى على كنترول ده ما بياخدش علاج ايام المرض لا ده بياخد علاج علشان ما يجلوش المرض م. ده بيمشي على بخاخات ده في ناس بتتعامل لكي... مع الازمه دي اول ما تيجي للطفل بس التعامل مع الازمه الحاده لا احنا لها ادويه معينه ولها آه. بروتوكول معين. الطفل اللي بياخد الكنترول ده كل ام لسه تسمعني لازم ياخد بخاخات وتيجي تقول البخاخات يا دكتور البخاخات دي افيد حاجه للطفل. بقول حاجه بسيطه عندي حرق في ايدي احط عليه كريم ولا اخد دواء؟ احط عليه كريم طبعا. بزروط. فانا عندي مشكله في صدري اخد بخاخه بتفتح الصدر على طول طب ليه اخدها بانتظام مش لما ييعي عشان الطفل ده عنده رياضه هيمارسها الطفل ده بيطلع سلم الطفل ده عنده مدرسه الطفل ده مش عايزه يغيب من المدرسه ويعي كتير فالبخاخات دي بتفتح الجهاز التنفسي بتزود الجهاز المناعي بتحافظ على الطفل انه يقدر يمارس حياته الطبيعيه يقدر يلعب زي ما هو عايز يقدر يذاكر كويس جدا يقدر يروح مدرسته وما يغيبش طيب في بعض الامهات الموضوع بيبقى صعب شويه عند اولادهم وبيكون مزمن زي ما اتكلمنا من شويه فبيجيبوا الجهاز بتاع الاستنشاده ده الجهاز النيوبلايزر دوت هو جسم اسمه جهاز الرزاز م. لانه بيطلع غازات الجهاز ده مفيد جدا للاطفال اللي محتاجينه اللي هم عندهم التزيئة في الصدر وده بنستعمله في الحالات الحاده م. ايه بقى فايدته ايه الفرق بينه الاول وبين البخاخه م. اول البخاخه بتطلع رزاز كبير سنه فبتشتغل اكتر على الشعب الكبيره الرزاز ده فيه ميزه بقى ان هو بيطلع الرزاز بتاعه رفيع جدا فبيشتغل على الشعب الضيقه قوي 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 فمجرد ما بتعمله خلال الجلسه تلاقي الطفل فك ونفسه ارتاح ولو هو صغير قدر يرجع يرضع لو هو كبير قدر يمارس حياته وياكل وشهيته تبقى كويسه ويعرف ينام مم. فده الفرق بين جهازه والجهاز ده متوفر في مصر متوفر باسعار كويسه ورخيصه، الاطفال اللي عندهم حساسيه صدريه يفضل يكون عنده جهازه ويكون الماسك بتاعه لوحده جهاز خاص بيه والماسك بتاعه خاص بيه. طيب عشان إمتى, امتى الام تروح تحتاج تروح المستشفى؟ بنروح المستشفى امتى؟ حراره مستمره ما بتنزلش، الطفل م. سنه اقل من سنه، م. في تسارع في النفس، في نهجان، في تزيقه في الصدر، في زرقه في الشفايف. م. هنا لازم نلجا للمستشفى. بناء على استشاره الطبيب عظيم لكن حساسيه الصدر دي يا فندم في بعض الاطفال بتروح مع سن معين اه طبعا المزمنه طبعا أوه. لو تعالج لو... اولا لازم تتشخص صح لازم اشخص ان دي حاله حساسيه في الصدر مم. لان في كحه مزمنه ما بتكونش حساسيه في الصدر بتكون مثلا مشكله في المعده مم. مم. فلازم تتشخص الاول اتشخص حساسيه وبياخد علاجه وماشي على كنترول صح الطفل ده بيتصلح ليه بيتصلح كان يقول عند اربع سنين الكلام ده مش علمي قوي لكن مم. هو بيتصلح مع الكبر لان الرئتين نفسهم بتاعت الطفل بيبقوا صغيرين الرئتين الصغيرين يفرقوا يعني الرئتين الكبار بتاع الطفل الكبير كميه الاكسجين هنا مزبوط. اقل من كميه الاكسجين الاكسجين نفسه قاتل للبكتيريا الاكسجين نفسه قاتل للبكتيريا فدي ده الفرق عشان كده الطفل لو مشى صح بس اهم حاجه كل ام بتسمعنا وكل اب ممنوع التدخين نهائي في البيوت نهائي نهائي في البيت تمام اي طفل فيه حساسيه صدريه او اي بيت فيه اطفال ممنوع التدخين نهائي في البيوت لان دي بتهيج الشعب مم. كل شكر لحضرتك طبعا على كل هذه المعلومات والتفاصيل والنصائح كمان اللي قدمتها لاولياء الامور بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور يوسف سعد استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده شكرا جزيلا فندم شكرا لحضرتك